قناة دراسية طبية بشكل أساسي، ولكن ليس موجهة فقط لطلاب الطب، ممكن طلاب الصيدلة، طب الأسنان، وطلاب كلية ثانية ممكن يستفادون منها. تلقون بها نصائح، محاضرات، وأشياء كثيرة راح تنفعكم. ادخل على القناة وشوفها، أكيد راح تستفاد. أنا عاشق التدريس صراحة، وغايتي من هذه القناة أنه أكون جامعة على اليوتيوب. هذه القناة بيوم من الأيام راح تكون جامعة على اليوتيوب. راح تلاقي بهذه القناة دراسة على مصادر عالمية، راح تلاقي نصائح دراسية، راح تطور لغتك، تطور من مهاراتك، راح تدرس بطريقة مختلفة ربما ما مرت عليك مسبقا، وراح يزداد حبك للعلم من خلال هذه القناة. تقدر تحمل المصادر الطبية PDF من خلال هذه القناة، راح تنشر كل المصادر اللي راح تحتاجهم. اشترك بالقناة وخلينا نخطو خطواتنا سوية. درست بالجامعة اللبنانية ودرست بجامعة بيروت العربية، وحاليا بأحد الجامعات العراقية، جامعة الكوفة. Studies a life معناتها انه الدراسة هي عبارة عن حياة. خلونا نعيش هاي الحياة مع بعض بطريقة مختلفة، بطريقة مبتكرة، بطريقة مبدعة، ونستمتع بكل لحظة من لحظاتها. ادخل على القناة وشوف محتوياتها، واذا عجبتك اشترك بها، شاركها مع اصدقائك، وادعمني حتى استمر. اهلا وسهلا بكم قناتي.